الوطن العظيم. في خبر آخر، انطلق يوم أمس العرض الأول للفيلم السعودي الهامور حاء عين، والذي يعتبر من أضخم الإنتاجات العربية المستوحاة من أحداث واقعية لأشهر قصة أو قصص للاحتيال والنصب اللي حدثت في المنطقة، وهو من إخراج عبد الإله القرشي وبطولة العديد من النجوم السعوديين المميزين. تفاصيل أكثر في تقرير الزميلة غادة الفوزان. أول شيء، هذا أول إنتاجات بوليفارد ستوديو. عملنا كل المجهود وكل شيء نقدر عليه بحيث نعمل هذه النقلة السينمائية اللي هي مو صايرة بس معانا في بوليفارد ستوديو، صايرة على مستوى المشهد السينمائي كامل في السعودية. من أول ما قرينا يمكن صفحة وعرفنا أنه الفيلم هذا إن شاء الله لي كل بوادر النجاح، من ناحية صورة، من ناحية إخراج الفيلم، الممثلين، طريقة الكتابة، وهذه كانت الأساس. دعم بوليفارد ستوديوز وإنتاجه وفهم فكر السينما بشكل عام، بالعكس بيعطينا ده الدعم بشكل كبير. فيلم تدور أحداثه في بداية الألفينات، مليء بالنوستالجيا ومليء بأحداث مختلفة، يعني في تخبط، خلينا نقول في المشاعر، في عندنا الأكشن والإثارة وكوميديا، في دراما برضو عندنا، يعني خليط من المشاعر، خلينا نقول، بيقدموا فيلم الهامور حائن. شخصية حامد شخص طموح وشخص مقاتل، ودائما طول الوقت بيحاول يبحث عن الفرصة وبيقاتل لأجل الفرصة، ما هو بعاجب الفترة. رجال يبغى يطلع في أسرع وقت ممكن. أخذت الأحداث اللي انفتحت لها خط، وخلال 3 سنين كون مليار وعليها. طبعا ما راح اقدر اتكلم اكثر عن الفيلم، ما نبغى نحرقه، وان شاء الله يكون عمل جيد وواثق في الجمهور السعودي لانه راح يعجبهم. دوري شخصية ركان. ركان هو زميل حامد في الشركة، وركان من يعني طبقة، خلينا نقول انها غنية وعندها فلوس، فضخ مبلغ كبير في الاستثمار مع حامد، وبس هذا اللي اقدر اقوله. انا فاطمة زوجة حامد. فاطمة هي تعتبر ام العيال، وهي اللي تكون مع حامد في بداية مسيرته. طبعا حامد قصة الفيلم انه هو حامد سكيورتي بيحاول يدور على اسرع طريقة انه هو يكسب منها فلوس، وخلال 3 سنوات يصير من يعني ملياردير، وهي تكون معاه من ايام الفقر لايام الغنى، ويعني يتغير عليها شوية لما يشم ريحة الفلوس. جي يعني من اول ما حكولي عنها المخرج عبد الاله القرشي والكاتب هاني كعدور وعمر باهبري، على طول اتحمست اني يعني اكون جزء من هذا العمل، طبعا كقصة وتجربة كلية، ولكن بالتحديد برضو كشخصية جيجي، لأنها عندها تفاصيل ومنحنيات أنا ما قيد سبق أني عملت عمل مشابه أو شخصية مشابهة، فبالنسبة لي تجديد، ودائما أحب أني أخوض تجارب مختلفة. يمكن آخر عمل كنت فيه هنا في البوليفارد كان سكة طويلة، مختلف جدا شخصية مريم عن شخصية جيجي. كل شخصية أحب أني أتبحر في تفاصيلها، أعيش عالمها، أشوف هي إيش تنظر للعالم من أي ناحية، إيش اللي يلفت نظرها، وأحاول أني أتمسك في هذه العوالم حقتها. عبد الإله مخرج العمل عبد الإله القرشي صراحة كان جريء أنه حطنا في شخصيات إحنا منا متعودين عليها، والحمد لله قدرنا يعني نستطيع برؤيته بالتشجيع حقه كمخرج أنه نخرج عن القالب النمط اللي إحنا نسويه في الأعمال الثانية، فبإذن الله بإذن الله يعني بتزبط. أنا ماني حرام، أنا رجل أعمال.